رجعنا لحضراتكم مرة تانية وبنرجع معاكم في البرنامج وبنرجع معاكم مرة تانية لمسابقات سبوتيفاي. سبوتيفاي كانت موجودة معانا فترة طويلة في برنامج جمهور التالتة ورجعت لكم تاني، واحدة من أكبر المنصات الموسيقية على الإطلاق، فيها يمكن أكتر من 500 مليون مشترك. المسابقة بتاعتنا بتاعت سبوتيفاي هتبقى مستمرة مع حضراتكم إن شاء الله في جمهور التالتة. وسؤال حلقة النهاردة ما حدش فيكم جاوب، أنتوا الاتنين، أنتوا عشان أنتوا أرقام والدنيا صعبة. كم فريق نجح في تحقيق بطولة الدوري المصري؟ هتجاوب على السؤال هتكسب معانا سبيكر من سبوتيفاي مع إبراهيم فايق في جمهور التالتة. فده سؤالنا، وكل حلقة إن شاء الله بإذن الله هيبقى عندنا سؤال. تبعتوا الاجابات فين؟ مش على صفحه ابراهيم فايق، لا على فيسبوك ولا على تويتر، عشان بس نبقى متفقين. هتبعتوها على صفحه القناه اللي هي بتاعت اون تايم سبورت، مش حاجه تانيه. اتفضل يا استاذ عمر، يلا بينا خش في الموضوع. طيب سريعا عشان نقول الفكره كامله، حاجه من الحاجات اللي اتكلمنا فيها وعجبتنا في مباراه الذهاب، ان ازاي قدر مارسيل كولر ان هو يغير شكل الدفاعي للاهلي من مباراه سان داونز لمباراه الترجي. التطور الصراحه مع مارسيل كولر اللي بشوفه واحد من اهم اسباب النهارده تفوق النادي الاهلي في المباراه حتى على صعيد الاستحواذ، وهنروح للتمريرات واستحواذ الكره، هو ان الراجل بدا يتطور حتى في تنويع مناطق الضغط خلال المباراه، مش خلال الفتره ولا الموسم ولا اللي هو من سان داونز مباراه الترجي. فتعال نشوف الحالات سريعا عشان النقطه دي كانت مهمه جدا في سيطرة دي في بدايه المباراه. الاهلي هنا بيلعب الاربعه واحد اللي باين قدامنا، هو الواحد واربعه وبقيه الملعب، بس عشان الكام مش معانا الكاميرا العاليه النهارده، في اربعه واحد اربعه واحد. معلش هنا واحد بس اربعه واحد اربعه واحد. فبالتالي عايز باين ان هو هنا بدا يلعب ميديوم بريشر او ضغط متوسط، بيلعب ضغط في كتله متوسطه في نص الملعب، ما بيلعبش ضغط عالي ومش متاخر في مناطق، وماشي بقى الهجمه. بدا الاهلي هنا اللحظه اللي هيبدا فيها الترجي يطور اللعبه، هيبدا بيرسي تاو ماشي الهجمه عادي جدا بسرعتها، هيبدا بيرسي تاو ياخد الاربعه، ماشي الصور، هتلاقي بيبدا الاربعه اللي وراه ويضغط على رباعي دفاع الترجي، فتتلعب الكره الطويله وتطلع رمي التماس. هنا بقى الاهلي يبدا يلعب ضغط عالي في كره ثانيه، في فرصه ثانيه او في هجمه ثانيه، فنفس القصه بنفس الطريقه، هوب لونج بول لمحمد الشناوي، ماشي الهجمه تاني علي لطفي، لعلي لطفي انا اسف. هنا بقى بنفس القصه ثانيه، هنا بيلعب بدا يقلل المساحات، بدا يلعب اللو بلوك بتاعه، بدا يرجع ثاني لمناطق الضغط الاخيره، بدا الترجي يوصل منطقه الجزاء خطف محمد هاني لان المساحات ضيقه. ده نتج ايه؟ ماشي الصوره معانا عادي جدا. بص الاهلي متمركز ازاي عكس اللي كان بيعمله في جزء من اجزاء المباراه. طيب. كان بينوع مناطق الضغط ما بين الضغط العالي والضغط المتوسط، عشان ماشي الصور معانا عادي جدا، هتلاقي كل هجمات الترجي بتحبط في منطقه تطوير الهجمه لحد ما نتج ده. لا ثانيه واحده، فريم لورا بص بقى الاهلي هنا كله فين. خلاص كده بيطلع دفاع متقدم طالع كله. ومقلل ما بين كهربا اول مدافع و ياسر ابراهيم اخر مدافع، وهنا احنا بنحسبها بالمدافع، كهربا مدافع فعلا لان دي الحاله الدفاعيه للاهلي. أي. ما بينهم ما يجيش 10 15 متر. أي. فبدا الاهلي على طول هوب مروان عطيه، هوب بيرسي تاو، هوب مباشره حسين الشحات الهدف. أوكي. فبالتالي تنويع مناطق الضغط هو سلاح، عشان زي ما قلت لك في الحلقه اللي فاتت ما ينفعش تهاجم من غير ما تدافع، لازم يبقى عندك الاثنين. فده جزء كبير اتطور فيه مارسيل كولر خلال الفتره الماضيه. لو معانا ناخد حاجه ثانيه سريع. طيب تمام، دي ارقام تمريرات الاهلي، لان الدفاع ده خلى عندك سيطره كبيره جدا على الكوره. عدد التمريرات 755 تمريره، وده رقم كبير جدا للنادي الاهلي. دقه التمرير 713، 94% دقه التمرير. دقه التمريرات القصيره 738 بدقه التمرير 96%. استحوذ على الكوره من الترجي 35 دقيقه، استحوذ 68%. ده نتيجه انك على طول ضاغط الترجي قادر تستحوذ على الكوره. بسرعه نشوف الصوره اللي بعديها. دول اللعيبه اللي عملوا 20 تمريره فما اكثر. بص تنويع التمريرات ازاي بتقدر تخرج بالكوره من على الطرفين وعلى مروان عطيه لو قدرت، لان مروان عطيه خد من عبد المنعم 23 تمريره. بص بقى على اللي بعديها، بدات تقلل عدد التمريرات ف 15 تمريره فيما فوق، بدا يخش الجناحين حسين الشحات وبيرسي تاو في اللعبه. نشوف بقى حالتين بسرعه توضح لك المرونه دي عملت ايه او التمريرات دي عملت ايه. مشي السرعه عادي جدا. بص كل تمريره هتبقى الهجمه دي ده كان هيبقى جول جميل. نرجع بس بيها من اولها، استخسرتها والله. دي بتاع بيرسي تاو لكهربا. ليه بقى؟ لان اللي احنا جبناه من الارقام يا ابراهيم ان ال10 تمريرات فيما فوق
بدا فيها يدخل الجناحين في اللعبه. هنا بدات الكوره ماشي من علي معلول لحسين الشحات لبيرسي تاو، بيرسي تاو لكهربا مباشره. الهجمه دي اتكررت اكتر من مره. بص نفس القصه، حسين الشحات لكهربا لعلي معلول، اللي بدا يبقى هنا مهاجم في مركز المهاجم حسين الشحات. كل دي مرونه وديناميكيه ما بين ثلاثي الهجوم، نتيجه لمنظومه كامله في النادي الاهلي دفاعيا وهجوميا اتطورت مع مارسيل كولر، وده يدينا برضو امل كبير ان شاء الله باذن الله ان الاهلي يحسم لقب دوري ابطال افريقيا ايا ما يكون المنافس.